عندك شروط يا ولدي يا صالح؟ ايه طول شعاره يا عم. ابد بسيطه، خل هذه علي. ايه بس اختي عندها شرطين، الشرط الاول تبي تكمل دراستها، والشرط الثاني تبي شهر العسل بالنرويج. وشو له النرويج وخساير؟ تبي تقص ظهر ولد اخوي، خالهم ياخذون لهم اسبوع ثيابها ويرجعون، واهم شيء التوافيق. عز الله ان تصادق يا اخي، هذا الحاتي اللي يعتمد عليه. وانا من عندي ابى اخلي العرس بالبيت، وشو له التكاليف؟ والله يوفقنا وياه وتوفيق مبارك. بيض الله وجهك يا اخوي. ايه هذا الكلام السنع. عامر دق على الملك وخله يجي اليوم. الله يوفقك يا ولد اخوي. مبروك ولدي مبروك. الله يبارك بعمرك يا عم. الله يتمم عليك على خير يا ولدي. اللهم ميزك خير يا بيي. مبروك مصلوح. مبروك يا جميعا. الف مبروك، عقبالكم ان شاء الله. الله يهنيكم ويسعدكم. مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع، يا جماع بين قلبينا ونعمة. شلون ما تعرفين تطبخين؟ هم ما علمت الطبخ؟ أعرف أشياء بسيطة بس ما توصل كبسة حاشي عاد. يعني أنا أعرف أطبخ وأنتي لا؟ حلو، دامك تعرف كمل طبخات كجل. لا لا طباخ عندك أنا إلا طباخ. مو بقصدي كذا، قصدي يا كمل طبخاتك ولا نطلب من مطعم. الحين هذا جزاي أطبخ لك وأنفخ لك، وهذا طبعت معي قوه نطلب من مطعم حتى طبختي ما نبي مكملة. روح المطعم أجل. يلا مشينا. كم مرة قلت العبات هذه لا أشوفها عليك، قلت ولا لا؟ إلا بس انا اشوف عبايتي ساترة ما فيها شيء. وقلتك اني اغار عليك ولا بكل من هب ودب يشوف وجهك، والبسي نقاب، قلت ولا لا؟ ما تعودت البس نقاب، بعدين انا كذا اطلع ببيت اهلي عادي. هذاك ببيت ابوت، انت الحين ببيتي تلبسين عبات ونقاب مثل امي وامك، وغصب عليك. انه ما اتفقنا على كذا قبل الزواج، بعدين هذه مساحتي الشخصية. يلا ايش ورانا، يلا نتفق. قومي البسي عبات زي العالم والناس، ومساحتك الشخصية عند عامر وبوت. أنا الحمد لله شبعت، أبغى أقوم أغسل على بال ما تخلص أنت. لا زين قومين معت الحين، وشو لا أكمل أكل أنا؟ لا أكمل أكل عادي ما قلت شيء. تقومين تغسلين قبل يعني تتفشلين مع الناس أنت ولا وش تبين؟ صالح لا تكبر المواضيع، أنا قلت بروح أغسل على بال ما تخلص أنت. انثبري بذلي أنا خلص ونقوم جميع. صالح عاد توديني بيت أهلي؟ إيش تبين بيت أهلك؟ هذا أنا رايحين البيت. معليش بنام عندهم اليوم وأنت بكرة تعال خذني. يا مرة أسمع الحاتي الحين ليل مو وقت زيارات، مخك بو شيء. صالح تكفى. لا حول قوة إلا بالله، تدرين عاد أنا اللي أبي بيتكم، أبى أشوف وش تهلية معت. يما وع وع ما أقدر أتحمل أسلوبه، مرة زفت بس يهاوش، قسم بالله يا زين عامر عنده. ما علي يا بنتي، أنتم توكم متزوجين، أصبري شوي وكل الأمور بتنحل. يما مو مسألة فهم، هو أسلوبه مرة غريب ما يعرف يتعامل. تكفى نخليني عندكم اليوم، ما أبغى أرجع معه. عيب، وش ذا الكلام يا نوف؟ ترى مشاكل أول سنة زواج معروفة، وانتو توكم متزوجين. استهدي بالله يا بنتي، قومي اغسلي وجهك وانزلي لزوجك ورجعوا بيتكم، وبعدين كل المشاكل بإذن الله بتنحل. ماري يا عميمتي هذه ميح ما تعرف شيء أبد، لو بقعد أشري من هالمطاعم لين حضرتها تعرف تطبخ أبدت جنة. هذا غير شوفت النفس والعنطزة. ما علي يا صالح ما علي، أصبر عليها شوي. نوف بنت أخوي من جيل ذا الوقت لا تعرف تطبخ ولا تعرف لا السنع. بعدين بيني وبينك أمها حرمة الرفلة، ما ربتها على السنع من يومها صغيرة، ترى ما علمها الطبخ لنا. ما عليه أصبر عليها شهر شهرين وتمشي معك سيدة. السلام عليكم، وشلونك يا صالح وش أخبارك؟ بخير يا خال الله يطول لي عمرك. هاي نوف، خبيتي غراضك اللي تبينها من الغرفة؟ ها؟ إيه الله يوفقكم إن شاء الله. عاد أبيكم كل يوم تقرون أذكاركم، ترى عيون الناس ما ترحم. يلا خذ حرمتك روح للبيت، الله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله يا عمّة.
مشينا يا نوف. الله يوفقكم. وش نقول؟ الأول بس فن. كفو يا خوي. كفو كطير. وآخرتها بننحد على شاي كفتة. يا عيال صالح ما وحشكم؟ لو فقده. دقيقة دقيقة يا شباب، وقفوا اللعب، خلوا كفتة يصبصب الشاي، لا يقعد يكبكب علينا. وش ذا؟ غسال ذا مو بشاهي. هذا الشاي اللي أعرف أصلحه. ما حد قال لك تزوج أختك لصالح وتحرمنا من الشاي حقه. لا تجيب طاري أختي على لسانك، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا بروح أسوي الشاي يا عيال. من جد يا أخوان، صالح من يوم ما تزوج ما طب ولا عتب الاستراحة نهائية. عاده هو الحين في أهم مرحلة، مرحلة دق الخشوم والعين الحمراء. إذا قدر يعديها زين على زين، أما إذا عطاها وجه ودلعها عز الله بيلقم. تتوقع هو داق خشمها ولا هي مشيته على كيفها؟ ما ندري، إحنا عطيناها التوصيات والباقي عليه.